السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. فيديو النهاردة شباب جايب لكم موقع لمضاعفة الارباح، يعني لو انت مثلا معك 10 دولار عاوز تخليها 20 دولار بكل سهولة من خلال موقع النهاردة هتقدر انك تضاعف فلوسك بكل سهولة. وعلى فكرة شباب الموقع صادق ومضمون، وبإذن الله انا هعمل منه اثبات سحب قدام حضراتكم النهاردة عشان الناس تتأكد ان الموقع شغال تمام ومفيهوش اي نصب، تمام. ولكن قبل بداية فيديو النهاردة بقى اتمنى تدعموا الفيديو بلايك واشتراك، فعلوا الجرس وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم عشان الكل يستفيد. ويلا بقى نبدا الشرح على بركه الله. ده الموقع شباب، طبعا هشرح لكم الموقع بالكامل، وفي ملحوظه مهمه عاوز اقولها لكم قبل ما اشرح الموقع. بالنسبه للموقع ده شباب ما بتنش فتره طويله، يعني مثلا اخرها مثلا ممكن تقعد شهر او شهرين او ثلاث شهور، بعد كده بتبدا اللي هي تقفل. فلو انت عاوز تدخل تشتغل في الموقع ده هيكون على مسؤوليتك الشخصيه، وحاول برضو انك ما تدخلش بمبالغ كبيره. فخلينا نبدا بقى شرح النهارده على بركه الله، وباذن الله لينك الموقع هسيبه لكم موجود في وصف الفيديو. اول حاجه هتيجوا تضغطوا هنا على العلم ده، بعد كده هتبدا تختار اللغه، عندك اللغه العربيه هنا لو انت حابب، تمام. فانا مختار اللغه العربيه. المهم دلوقتي هنضغط على كلمه ليس لدي حساب عشان نبدا ننشئ حساب. بعد كده يا شباب هنبدا اللي احنا نملي البيانات، هنا هنكتب اسمنا، بعد كده هنكتب هنا رقم التليفون، هنبدا نيجي عند كلمه واحد ديت هنبدا نمسحها، ومثلا لو انت من مصر هتكتب مفتاح الدوله اللي هو 20، بعد كده تكتب رقم تليفونك بشكل عادي وتضغط على كلمة الحصول على الرمز. على طول الموقع يبدأ يبعت لك كود على الرقم اللي انت كتبته، هتبدأ تكتب هنا الكود، بعد كده تكتب هنا الباسورد الخاص بيك وتعيد كتابة الباسورد في الخانة اللي بعدها، بعد كده هنا تكتب كود دعوة. مهم جدا انك تكتب كود دعوة، وان شاء الله هسيب لكم الكود بتاعي موجود في وصف الفيديو عشان لو حابين تحطوه. بعد كده تضغط على كلمة تسجيل، وعلى طول هيبدأ ينشئ معاك الحساب مباشرة. انا عندي حساب يا شباب، فعلى طول هبدأ اكتب رمز الدولة بتاعي اللي هو 20، بعد كده ابدا اكتب رقم تليفوني والباسورد زي ما حضراتكم شايفين، واضغط على كلمه تذكر كلمه المرور، بعد كده اضغط على كلمه تسجيل الدخول. على طول هيقول لي تم تسجيل الدخول بنجاح، وزي ما حضراتكم شايفين دي واجهه الموقع، واجهه سهله وبسيطه. كل شغلنا على الموقع اللي احنا هنبدا نعمل ايداع بقيمه مثلا 10 دولار او اي مبلغ انت عاوزه، بعد كده من خلال الايداع ده هنبدا اللي احنا نضاعفه كل 24 ساعه، وهوريكم العمليه هتتم ازاي. فالمهم يا شباب خليكم معايا للنهايه، وباذن الله هتفهموا الموقع بالتفصيل. عندنا برضو حاجات مهمه جدا لازم تتعرف عليها، زي مثلا هنا ملف الشركه لو ضغطنا عليه، هنا طبعا معلومات عن الشركه مهم جدا انك تقراها، عندك كمان قواعد اللجنه. طيب هنا بالنسبه للمستويات او الفي اي بي داخل الموقع دي الارباح بتاعته، يعني مثلا هنا بيقول لك في الفي اي بي واحد هتبدا اللي انت تكسب 0.25 سنت على كل ضغطه، وفي الفي اي بي 2 هتبدا اللي انت تحصل على ارباح اكتر. فمهم جدا برضو انك تقرا الحاجات دي. فلو مش عاوز تقرا خليك بقى معايا وانا هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. اول خطوه لازم نعملها اول ما ندخل للموقع ده نيجي على كلمه تعبئه الرصيد. تعبئه الرصيد دي اللي هي الايداع، هنبدا نعمل ايه؟ هناخد المعرف ده نسخ كده، هنضغط على كلمه نسخ، تمام. بعد كده نروح للمحفظه اللي احنا شغالين بيها، انا بشتغل بمحفظه البير يا شباب، فهبدا اعمل ارسال اموال للموقع عن طريق محفظتي في البير. طبعا الارسال الخاص بالموقع بيكون عن طريق عمله اليو اس دي تي تي ار سي 20. طيب لو انت معاك عمله اليو اس دي تي زي ما انتم شايفين انا معايا هنا اهوت 26 دولار في عمله اليو اس دي تي، فهضغط على كلمة ويزدرو. طبعا انت لو ما معكش من العملة ديت وعاوز تشتري هسيب لك صفحة موجودة في وصف الفيديو اللي هي صفحة العالمي لخدمات البنوك الالكترونية، كلم صاحب الصفحة ديت وهو هيبيع لك او يشتري منك عملة اليو اس دي تي بكل سهولة. فدلوقتي بقى عاوزين نحول للموقع، هنبدأ نحط الادرس اللي احنا نسخناه من الموقع هنا، بعد كده هنحدد الكمية اللي احنا عاوزين نبعتها، وليكن على سبيل المثال انا هكتب مثلا 15 دولار، ممتاز. طيب هنا بيقول لي هيوصل للموقع 13 دولار ونص، فتمام مفيش مشكلة، هبدأ أكتب مثلا هنا أنا عاوز يوصل للموقع 15 دولار، تمام. طيب ممتاز جدا، هنيجي بقى نضغط على كلمة سند لحظة واحدة. هنا بيقول لي تمت العملية بنجاح، هنيجي عند المعاملات كده نضغط عليها، هنا العملية بيندنج هي لحظات فقط وهيتم التأكيد، هنحدث كده الصفحة مرة تانية. تمام يا شباب تمت العملية بنجاح، يعني كده المحفظة بعتت الأموال للموقع. فممتاز جدا، هرجع للموقع مرة تانية، بعد كده هضغط على كلمة اكتملت عملية إعادة الشحن لحظات، وهيقول لي تم التأكيد بنجاح. ملحوظة مهمة جدا يا شباب، هنا بيقول لي إيه
ان عمليه الشحن بتتم في غضون من 5 ل 10 دقائق، ولكن هنا زي ما انتم شايفين ظهرت في حسابي مباشره. عاوز اقول لكم حاجه مهمه بقى، يعني مثلا زي ما انتم شايفين احنا كده عملنا تعبئه الرصيد، يعني لو جينا نسحب الرصيد ده ممكن نسحبه في نفس الوقت عادي. يعني مثلا انا لسه عامل تعبئه الرصيد دوت، ممكن اضغط هنا واسحبه بشكل عادي جدا لو انا حابب اسحب ارباح دلوقتي، فدي ميزه كويسه جدا في الموقع. كده شباب احنا عملنا ايداع في الموقع. هنكسب ازاي؟ هنيجي على كلمه احصل على، بعد كده يا شباب هنيجي ننزل للأسفل ونضغط على كلمة احصل على الطلب. الموضوع سهل وبسيط جدا. هنا بقول لي النظام يتطابق مع تاجر المنصة، فكل اللي علينا ان احنا هننتظر بعض الثواني، بعد كده هيبدأ يقول لنا اكتمل الطلب بنجاح. زي ما حضراتكم شايفين هنا بقول لي نجح، فهنضغط على كلمة قم بإرسال الطلب. الموضوع سهل وبسيط جدا. كده يا شباب احنا كسبنا بكل سهولة. زي ما انتم شايفين النقرة ديت وقفت علينا بكام؟ ب 0.0 3 سنت، يعني كل ضغطة هنكسب المبلغ ده. وطبعا الرصيد بتاعنا موجود ما بينقص، الرصيد بتاعنا بيزيد. يعني انا كان معايا 15 دولار بقى معايا 15 دولار و30 سنت. طيب لو انا كنت عملت ايداع باكتر من 15 دولار هل هاخد نفس العمولة؟ لا، هتاخد عمولة اكتر وممكن تسحبها في نفس الدقيقة اللي انت كسبتهم فيها، فدي حاجة ممتازة جدا في الموقع. طيب هنيجي نضغط تاني على كلمة احصل على. طبعا انا ليا 40 ضغطة، فهضغط على كلمة احصل على. نفس الموضوع هننتظر لحد ما يقول لي النظام اكتمل. تمام، هنا بقول لي نجح، فهنضغط على كلمة قم بإرسال الطلب. الموضوع سهل وبسيط جدا يا شباب، بنقرة زر بنبدأ اللي احنا نكسب أموال بكل سهولة. فأنا شباب هكمل بقية العمليات ديت، يعني أنا ليا 40 ضغطة، فهكمل ال 40 ضغطة وارجع لكم مرة تانية. ورجعت لكم مرة تانية يا شباب، وزي ما حضراتكم شايفين خلاص كده أنا ضغطت ال 40 ضغطة وجالي ربح 1 دولار و16 سنت. فلو جيت هنا على الحساب بتاعي هلاقي ان الرصيد بتاعي اتحول ل 16 دولار و16 سنت. فاذا شباب انا كل يوم حاليا كده بكسب 1 دولار و16 سنت بكل سهوله. وطبعا انا ممكن اسحب الاموال دي في اي وقت، وهعمل طبعا اثبات سحب قدام حضراتكم حالا. هروح بس كده على حسابي هجيب الادرس اللي انا هسحب عليه. طيب لحظه اعمل تسجيل دخول. تمام، هاجي هنا على عملة اليو اس دي تي، اضغط على كلمة ديبوزيت عشان ابدأ اخد الادرس اللي انا هسحب عليه، وبعد كده اخد الادرس اللي هو اللي فوق ده اللي هو يو اس دي تي تي ار سي 20، هعمل له كوبي كده. تمام، بعد كده هرجع للمنصة مرة تانية واجي على كلمة ملزم يو اس دي تي عشان اضيف العنوان بتاعي. مهم جدا انك تعمل الخطوة دي. بعد كده هتضغط هنا وتبدأ تضيف العنوان الخاص بك هنا. تمام، الموضوع سهل وبسيط جدا. وعلى طول تضغط على كلمة حفظ. تمام، تم الحفظ بنجاح. هنرجع بقى للصفحة الأساسية، هنيجي بقى نعمل سحب النقود. أنا طبعا مش عاوز أسحب والله، بس هعمل سحب قدام حضراتكم برضو عشان الفيديو يكون بالإثبات. ممتاز جدا. هنيجي هنا طبعا الأدرس بتاعي انضاف تلقائي اهوت، وهنا طريقة السحب يو اس دي تي. هنيجي هنا نضيف كلمة السر الخاصة بالحساب. لحظات هضيف كلمة سر وارجع لكم. تمام، ضفت كلمة السر. هننزل للأسفل، طبعا هنا بقول لي كمية السحب. هنحدد مثلا أنا عاوز أسحب 16 دولار على سبيل المثال. طبعا ما ينفعش أكتب 16 دولار و16 سنت، لازم يكون رقم صحيح. فمثلا أنا معايا 16 دولار فهسحبهم كلهم. هضغط على كلمة السحب النقدي. لحظات، هنا بقول لي جاري التحميل. هاجي كده على سجل السحب. زي ما حضراتكم شايفين بيقول لي نجح السحب. طبعا هنا بيظهر لك السحب بتاعك نجح ولا لا. فالمهم دلوقتي هروح على المحفظه بتاعتي مره تانية وهعمل كده تحديث للصفحه عشان اشوف هل السحب وصل ولا لسه. هنيجي هنا يا شباب عند المعاملات. تمام، بالفعل وصل لي مبلغ اهوت 15 دولار و52 سنت. طبعا عموله التحويل بتكون عليك انت. تمام، فزي ما حضراتكم شايفين حالا وصل لي مبلغ 15 دولار و52 سنت. فالموضوع جميل جدا شباب، بصراحه الموقع صادق، واللي عجبني في الموقع ده سرعه الدفع. وفي ميزه ممتازه جدا في الموقع مش موجوده في كل المواقع التانيه، انك ممكن تسحب راس المال اللي انت لسه ضايفه. يعني مثلا لو انت عملت ايداع دلوقتي ممكن تسحب الايداع بتاعك بكل سهوله، مش محتاج شروط ولا اي حاجه. فكده اتاكدنا ان الموقع صادق وبعت لي الفلوس بدون اي مشاكل. طبعا انت ما ينفعش بقى تضيف فلوسك لمده يوم وتجمع ارباح وتبدا تسحبها فورا عشان ما تخسرش عموله التحويل والكلام ده. فانصحك
انصحك انك مثلا ايه تشتغل اسبوع باسبوع، يعني كل اسبوع تسحب ارباحك من الموقع الجميل ده. عندك ميزة مهمة جدا برضو في الموقع اللي هي خدمة الزبائن، يعني ديت لو عندك اي مشكلة هتتواصل معهم عن طريق التليجرام. تمام، هنا طبعا ده التطبيق الخاص بالموقع، لو حابب تحمله حمله مفيش اي مشكلة، ولكن انصحك بالاشتغال على الموقع هيكون افضل. بالنسبه شباب للفي اي بي، الفي اي بي ده انت كل ما تشحن اكتر هتبدا ان انت تكسب اكتر. يعني مثلا لو انت شحنت المستوى الاول ده بيكون اقل من 500 جنيه هتبدا ان انت تحصل على 40 ضغطه يوميا. اما المستوى الثاني لو انت شحنت ب 500 دولار اسف هتبدا ان انت تحصل على 45 ضغطه يوميا، وطبعا سعر الضغطه هيكون مرتفع جدا جدا وهيكون ليه ربح اكتر، وهكذا مع جميع المستويات الاخرى. فبكده اكون شرحت لكم اهم حاجه في الموقع وهي طريقه تعبئه الرصيد، وطريقه السحب كمان شرحناها بكل سهوله. عندك كمان حاجه مهمه جدا ولازم تعرفها اللي هي دعوه الاصدقاء. عندك حاجه هنا اسمها ادعي الاصدقاء، كل اللي عليك انك هتنسخ اللينك الخاص بك ده وتبدا تدعي الاصدقاء في الموقع. كل اللي عليهم ان هم يجوا يسجلوا في الموقع ويعملوا ايداع، وهتبدا ان انت تحصل على عموله من الموقع كهديه. فانصحك بدعوه الاصدقاء ديت لانها بتكسب فلوس كتيره جدا. تمام، وطبعا هتلاقي الناس اللي انت دعيتهم موجودين هنا، فالموضوع سهل وبسيط جدا. انصحكم شباب بالاشتغال على الموقع ده، ولكن حاولوا ما تدخلوش بمبالغ كبيره لان متوقع ان الموقع يقفل في اي وقت، وانا طبعا مش مسؤول عن اي حد يحط فلوسه في الموقع ده، انا بس بجرب معاكم الموقع مش اكتر. وباذن الله انا شخصيا هبدا اضيف اموالي في الموقع ده تاني عشان ابدا استثمر فيه لمده اسبوعين او 3 اسابيع بالكتير خالص، لان الموقع لسه جديد. لحد كده كنت فيديو النهارده، ان شاء الله لينك الموقع موجود في وصف الفيديو، واشوفكم بقى فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.